ذاكرة تشرين تعود اليوم بعد مرور عام كامل لتحيا به تافات ثوارها في مختلف المحافظات العراقية، لتوصل رسالة حد فاصل لحيتان الفساد والمتخاذلين. هذه الثورة لن يخمد لهيبها ولا شرارتها، ثورة تشرين العظيمة ستنتصر على الطغاة وعلى الخونة ولو بعد حين. كربلاء التي أعطت ثمار أبنائها لثورة تشرين تحمل صور شهدائها الذين لم تبرد دمائهم كون قتلتهم يتنفسون تواطؤ السياسيين المتراخصين على جراح أم شهيد تنتظر حناء بابها بإعطاء الضوء الأخضر للكاظمي. من أرض كربلاء من فكر الإمام الحسين انطلقنا اليوم بمسيرة حاشدة من أجل إحياء الذكرى السنوية للثورة التشرينية، أيضا من أجل درجة من أجل يوم عوائل الشهداء، من تضامننا معهم ومستمرين وباقين لحين تحقيق جميع مطالبنا. في انتفاضة المباركة التي انطلقت قبل عام، فإن هذه الجماهير سوف تقول كلمتها، وإن جماهير إن شاء الله منا إلى 25 سوف تقول الكلمة الأخيرة. على الحكومة أن تستعجل لأن الوقت دا يمضي بسرعة عليهم، وسوف نقول الكلمة الأخيرة إن شاء الله يوم 25. إحياء ثورة تشرين في محافظة كربلاء للقضاء على الفساد والمفسدين. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.